الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لازلنا في الكلام عن القراءة في الصلاة. تكلمنا في الحلقة الماضية عن ركن قراءة سورة الفاتحة. نتكلم الآن عن القراءة أو عن قراءة الإمام. قراءة الإمام للمأموم سننها، هل يطيل أم لا يطيل؟ كل هذا نتكلم عنه بعد هذا الفاصل. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. لماذا؟ فإن فيهم الضعيف، بعض الناس فيه ضعف، والسقيم المريض، وذا الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نقف عند قوله حد وذا الحاجة. أنت إذا صليت في السوق عندك حاجة، ممكن أهلك أطفالك في السيارة، تأتي تصلي تريد أن تستعجل والإمام يطيل فيفسد عليك بعض الوقت. ولذلك نص الفقهاء على أنه يستحب للإمام في المسجد إذا كان مسجد سوق أو مسجد عمل أن يخفف من صلاته. أحد الصحابة اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. يقول: فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام وجه التوجيه هذا بتخفيف الصلاة تخفيفا لا يخل بالصلاة. أحد الصحابة أيضا وهو معاذ بن جبل، شاب قوي حافظ، صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم ذهب إلى قومه وصلى فيهم العشاء إماما. وهذه فيها فائدة فقهية، أن يصح أن المتنفل يؤم بالمفترض، يصح أن رجل يصلي صلاة نافلة وأن تصلي خلفه صلاة فريضة. المهم أن معاذ أطال بهم جدا. أحد الصحابة والمصلين انفصل، خرج ثم كمل صلاته، ثم شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي قال: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت تفتن الناس عن صلاتهم؟ لماذا هذا الصحابي تنحى وصلى؟ لأنه كما في الزمن السابق حتى الآن في الأرياف وخارج المدن، الناس في الغالب ينامون بعد العشاء ويستيقظ على الفجر أو قبله، ويذهب إلى مزرعته، إلى غنمه، إلى فلاحته، ثم ما يأتي أول الليل إلا وهو يريد النوم. ثم يأتي هذا الإمام يطيل به، يشق عليه مشقة شديدة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطالة الصلاة إلا إذا أنت تعرف من خلفك، شباب خارجين إلى البر يعرفون بعض، قالوا لإمامهم أطل بنا ما في إشكال. لكن أنت في مسجد وتطيل في الناس، هذه فيها إشكالية كبيرة. لا أنسى موقف حصل معي، أني صليت مرة في المسجد وعندما خرجت أحد كبار السن جلس في مكانه ولم يتحرك، ثم ذهبت إلى مكتبة المسجد وجلست قليل ثم رجعت، قام هذا كبير السن فأتاني عامل المسجد وقال: انظر إلى مكانه. فوجدت في مكانه قد بال على نفسه، سبحان الله، لأنه شد عليه واستحى، مريض سكر فبال على نفسه. فسبحان الله، هذا كان الدرس. أنا لم أطل في الحقيقة، لكن هذا كان درس أني أخفف ما أستطيع لأجل هؤلاء المرضى وكبار السن إلى آخره. بعد الفاصل نتكلم عن صحابي صلى ثم التزم بصورة كان يحبها، نعرف هذه الصورة ولماذا التزمها، فكونوا معنا. تكلمنا عن صحابي كان يلتزم صورة، لكن قبل أن نتكلم هذا الصحابي، أيضا من تخفيف الصلاة تخفيف صلاة المسافر.
لأن صلاة المسافر مبناها على التخفيف، فالصلاة الرباعية تصبح ثنائية، يعني الأربع تقتصر على اثنتين، تكون قصر ولا تكون ولا تصليها صلاة تامة، فإذا مبناها على التخفيف. ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صلى العشاء بصورة والتين والزيتون، صلاة خفيفة أو صورة خفيفة. نأتي عند أحد الصحابة، في أحد الصحابة صلى، خرج إلى سرية أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأما بقومه، يقول الله أكبر فيقرأ سورة الفاتحة ثم سورة أخرى ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يكبر، في الركعة الثانية يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ بصورة ثم يختم قل هو الله أحد، كل ركعة يختم الركعة بقل هو الله أحد. فاستغرب أو تعجب من حوله، ثم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا. طبعا هذا الحديث فيه فائدة، أنك يجوز لك أن تقرأ أكثر من صورة. فماذا قال هذا الصحابي عندما أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يختم كل ركعة بقل هو الله أحد؟ قال أخبروه لماذا يفعل ذلك. فعندما أخبروه قال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. تتكلم عن صورة، أنت تتكلم عن صورة الإخلاص التي تتكلم عن الرب، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله هو يقول أنه يحبها لأن فيها صفة الرحمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. لماذا؟ لأن أحب هذه الصورة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أثلاث، فيه وعد وعيد الجنة والنار، وفيه أحكام، وفيه عن الرب سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص انفردت بالكلام عن الرب تبارك وتعالى صفة الرحمة. وفي حديث في مسند أحمد من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له قصر في الجنة. أتاني أحد المصلين قبل 8 سنوات تقريبا وقال ما هو فضل سورة الإخلاص؟ هل إذا كررت قراءتها لها فضل؟ قلت له في حديث أنك إذا قرأتها 10 مرات يبنى لك قصر في الجنة. فمضى. وأتاني بعد صلاة العشاء وقال يا ولدي أنا قرأتها، هو كبير في السن، قرأتها 20. قلت أبشر بالخير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كيف هي قصر؟ سبحان الله، صليت الفجر وأتاني ابنه وقال والدي توفي وهو نائم. فأخبر جماعة مسجد، ثم كانت خاتمة حياته أن قرأ سورة الإخلاص 20 مرة وليست 10 مرات كما في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. نقف عند هذا الحد ونكمل ما تبقى من هذا الركن أي القراءة في حلقة قادمة.